أنا من هذا المنبر الشريف الحقيقة أقدم كل خدماتي لبنتي، أعتبرها بنتي ديمة وأم ديمة، راح أكون سند لهم وأب أب أو عم لهم، فأنا ما راح أتركهم. وأني من هاي القناة أي شيء يحتاجون راح أروح أعطيهم تليفون، أي شيء يحتاجون أنا بخدمتهم. هي بت يعني إن شاء الله هذا عهد عهد ثائر، هي بنت ابنك، عهد أكيد 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 ابني وأكثر من ابني. نعم. وأولادي أولادي وأحفادي أعتبرهم، فأنا راح أكون قريب عليهم إن شاء الله وما أقصر، وأنا أكون سند لهم لهذه العائلة الكريمة. بارك الله بك اللي رباها تربية صالحة. والنعم منا كابتن ثائر أحمد. يعني كابتن، إحنا الرياضيين كمجتمع دائما أكو ألفة ومحبة بين الكل، حتى يومنا الأيام إذا صير اختلافات موجودة هاي الألفة بين العوائل. وأني أتذكر بصفتي ابن أحد الرياضيين والكابتن نزار أشرف كنت أشوفكم شلون العلاقات الطيبة الأسرية والعائلية، وهذا شيء من نتمناه أن يستمر ما بين الرياضيين ومساعدة بعضهم بعض. طبعا بارك الله بك كابتن ثائر. الله ينطي الصحة والعافية الكابتن نزار. ماكو فاتحة ماكو فرح إذا مو أول الناس اللي يكونون موجودين متواجدين. الحقيقة إنسان يعجز الوصف عنه، يعني مو كودن والدك وإنما أخ عزيز وإنسان محترم دائما يتفقد كل اللاعبين وكل الناس اللي يعني الواقعين، يعني يد المساعدة دائما مستمر هذا الإنسان الرائع. وكلكم طيبين وكلكم ما شاء الله عليكم كابتن، وإن شاء الله هاي الألفة تبقى، وهذا المجتمع الرياضي لازم يعني يكون بيناته ألفة ومحبة، حتى واحد يعين الثاني لحد ما الله ييسر الأمور.